مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وبنبدأ معكم أولى فقراتنا الحوارية في هذا الصباح وقراءة في صاحبة الجلالة وأهم الموضوعات والعناوين اللي بتطلعنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. يقرأ معي هذه العناوين الأستاذ أحمد البطريق الكاتب الصحفي. مرحب بحضرتك أستاذ أحمد، وصباح الخير لحضرتك. اسمح لنا في البداية أن نبدأ من الجمهورية. بعد أن تلقى تقريرا حول الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، السيسي: الإرهاب لن يعرقل مسيرة التنمية. الرئيس يشيد ببطولات وتضحيات الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ خطط تنمية سيناء لتحسين أحوال المواطنين. أستاذ أحمد، لو اكلمنا بداية عن الأمن والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والأمن إلى شمال سيناء، والوعود من جانب الرئيس بالقضاء على الإرهاب نهائيا خلال فترة محدودة، كيف تقيم هذه الجهود ويعني الأهداف التي تسعى إليها والاستراتيجية التي تقوم بها الدولة حاليا في سيناء؟ يعني أعتقد أن عملية الإرهاب اللي بتشهدها منطقة شمال سيناء من حين لآخر ما بقتش مستمرة. نعم. لأن اللي في ضربات مؤثرة واجهتها القوات المسلحة والشرطة للبؤر الإرهابية اللي موجودة في شمال سيناء، وقدرت إنها تحجمها بشكل أو بآخر وتحد من مخاطرها. لكن استمرار وجود مثل هذه البؤر الإرهابية بيعد أمر يعني مش مرغوب، ولذلك كان في توجيهات من القيادة السياسية بضرورة القضاء على العناصر الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة، خاصة وإن في كلام كتير اتقال إن في هجرة جماعية لعناصر داعش من العراق ومن سوريا، وللأسف بمساعدة دول بتدعي إنها بتحارب الإرهاب. هذه العناصر توجهت إلى مناطق عدة، سواء من تركيا إلى أوروبا أو من تركيا إلى الأردن ثم إلى سيناء أو إلى ليبيا ثم إلى الصحراء الغربية. كل المسائل دي بتؤكد أن الجيش المصري والسلطة المصرية هيبقى عليهم دور كبير وعبء كبير في خلال الفترة الحالية والقادمة لمواجهة هذه المخاطر، وفي حرص من القيادة السياسية على تحفيز القوات القائمة على مواجهة العناصر المتطرفة بشكل أو بآخر والقضاء عليها ومنعها من التغلغل إلى الوادي إلى داخل مصر. نعم. طيب لو اتكلمنا على صعيد التنمية في سيناء، أنت شايف جهود الدولة في هذا الموضوع وأهمية التنمية أن تتزامن مع أيضا مع الجهود الأمنية في هذه المنطقة الحيوية في سيناء؟ يعني هو طبعا أنت عارف أن في مناطق كانت محرومة من التنمية بشكل كبير جدا في فترات زمنية سابقة، بيأتي على رأسها سيناء. والاهتمام اللي بتوليه الدولة حاليا بتنمية سيناء ككل وليس شمال سيناء فقط بيؤكد على أن الدولة حريصة على توفير فرص العمل وإتاحة حياة كريمة للمواطنين في هذه المناطق، بعيدا عن عمليات الاستقطاب التي قد يتعرضون لها نتيجة وجود تمويلات غريبة وتسليحات غريبة في المنطقة. يبقى الدولة بتواجه هذا الفكر المتطرف وهذه الأعمال الإرهابية بمحاور عدة. المحور الأول هو المواجهة الأمنية، والمحور الثاني هو التنمية، والمحور الثالث هو التوعية. فنتلاقي بقى إن الدولة حريصة على أن تنمي هذه المنطقة وتخلق فيها فرص عمل وتحصن الشباب من مخاطر الانخراط في مثل هذه التيارات المتشددة والمتطرفة اللي موجودة، من أجل إعادة الأمن والاستقرار ليها، خاصة وإن احنا يعني بنسعى لأن تكون سيناء وليست جنوب سيناء فقط منطقة جذب سياحي تستطيع أن تجذب ما لا يقل عن 50 مليون سائح سنويا، مثل ما يحدث مثلا في أسبانيا. إحنا عندنا المقومات ولدينا الإمكانيات ولدينا الكوادر البشرية القادرة على خدمة مثل هذا العدد،
كل ده هيؤثر ايجابا في الموازنه العامه للدوله وهيزيد من الحصيله من العملات الاجنبيه. ولذلك كان الحرص على تنميه سيناء ليس شمالها فقط ولكن الشمال والوسط والجنوب من اجل تحصين الشباب ومواجهه اعمال التطرف التي تحدث. خلينا نروح لعنوان آخر من جريدة الأخبار ونطالع منها: الوزراء يوافق على مشروع قانون التخطيط الموحد وإنشاء لجنة عليا للسياحة العلاجية، بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل وعلاج الأمراض المزمنة بدون حد أقصى. مجموعة من القوانين: قانون التخطيط الموحد، لجنة عليا للسياحة العلاجية، وقانون التأمين الموحد الصحي الموحد. ده كان طبعا كان مطلب كبير جدا وكان الكثير يعول عليه، بطبعا يغير شكل المنظومة الصحية المقدمة للمواطن المصري. أهمية هذا القانون والمميزات وكيف يمكن تطبيقه على أرض الواقع بشكل يضمن المميزات اللي موجودة داخل هذا التشريع؟ يعني هو طبعا تشريع انتظرت مصر صدوره منذ فترة طويلة، من أكثر من 15 سنة عندما وعدت حكومات سابقة بإقرار مثل هذا التشريع، إلا أن قصور التمويل وعدم وضوح رؤية لعمل محفظة للإنفاق على هذا النظام أحال دون صدور التشريع. بما أن هذا التشريع قد صدر وأن وضعت الآليات التي تضمن تمويله سواء كانت من خلال الرسوم أو الاشتراكات أو مساهمة الدولة، كل هذه المسائل بتؤكد أن منظومة العلاج في مصر قد تغيرت، وأنها أو نقول أنها في سبيلها للتغيير، وأن المواطن لن يتحمل بعد فصل تطبيق القانون نفقات للعلاج من جيبه الخاص، ولكن سوف تكون الدولة ملزمة بعلاجه على نفقتها إذا ما كان مشتركا في التأمين الصحي. إحنا عارفين أن التأمين الصحي في مقولتين بيتقالوا أن يصرف سنويا من 140 ل 160 مليار جنيه. وفي مقولة ظهرت مؤخرا قالت انه سوف يكون الانفاق السنوي في حدود ال 500 مليار جنيه. هذا الرقم مبالغ فيه بالتاكيد. يعني رقم غير منطقي. الدولة هتبدأ في تحصيل الرسوم من المواطنين من خلال جهات العمل اللي بيعملوا بيها، وفي نسبة هيتحملها صاحب العمل بالإضافة للنسبة اللي هيتم خصمها من الموظف أو من أصحاب المعاشات أو اللي هتدفعها الدولة للفئات الأقل دخلاً. وهيطبق هذا القانون على مراحل، بيتقال انه هيطبق على مدار 15 سنة، وانهم هيبدأوا ببورسعيد كمحافظة تجريبية. كل هذا الامر جميل، ولكن ان اطبق هذا القانون على 15 سنة ده امر غير منطقي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انت ازاي يا حكومة تخلي موظف في القاهرة يدفع اشتراكات لمدة 15 سنة على بال ما يجي عليه الدور؟ إذا كنت أنت وضعت القاهرة في ديل الجدول، طب الموظف يقعد يدفع 15 سنة وما يستفيدش بالخدمة إلا بعد 15 سنة؟ إيه المنطق ده؟ منطق غريب يعني. حاجة تانية، أنت بدأت بالمحافظات الأقل عدد في السكان وقلت أنك هتبدأ ببورسعيد ثم هتضم ليها بعد كده شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان. طب يا سيد الفاضل، طب ما تاخد محافظة من المحافظات كثيفة السكان وحسس المواطنين إنك بدأت بالفعل في تطبيق المنظومة، ولتكن المحافظات الأكثر توظيفا. إحنا ما نقولش مثلا محافظة ريفية، نقول محافظة أكثر زي القاهرة مثلا. خد القاهرة لوحدها وطبق فيها، لأن القاهرة في الحالة ديت أنت عندك 10 مليون مواطن هيستفيدوا من هذا القانون، وهيبقى لهم رد فعل وانعكاسات
سواء كانت إيجابية أو سلبية على المنظومة. ليه أنت عاوز تبعد الـ 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 العملية لمدة 15 سنة؟ وليه عاوز تهمش الموظفين؟ الموظفين هم الغلابة. يعني بص ليهم الأول في القاهرة وفي الجيزة، هي دي المحافظات اللي بتضم الأعداد الكبيرة من العاملين في الدولة. العاملين في الدولة. نتمنى أن تعيد الحكومة النظر في التطبيق وفي اختيار المحافظات، وإذا ما كان التوفير الصندوق قد تم توفير التمويل اللازم لي أو هيتم توفير التمويل اللازم لي في خلال الشهور الستة القادمة، خاصة وإن احنا عارفين أن القانون هيبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية، فيعني نرجو أن يكون التطبيق على المحافظات الأكثر احتياجا، والأكثر احتياجا هنا اللي هي الأكثر كثافة واللي هيكون لها مردود، واللي هتشعر أن الحكومة قد قدمت شيء بالفعل، وهيكون لها مردود شعبي وجماهيري. كل هذه المسائل يجب أن يتم وضعها في الاعتبار بالتأكيد. بالطبع. طيب نروح لعنوان آخر من جريدة الجمهورية. رئيس إيني الإيطالية ظهر يبشر بطفرة في قطاع الطاقة، الحقل يحول مصر من الاستيراد إلى دولة مصدرة للغاز. إذن ما هي العوائد المنتظرة من حقل ظهر، وماذا سيضيف الاقتصاد المصري، ومتى أيضا سيتلمس المواطن هذه العوائد؟ يعني طبعا أي إضافة من الاستكشافات الحديثة في مجال الغاز أو النفط بتمثل إضافة جيدة للاقتصاد الوطني. احنا عارفين ان مصر كانت بتستهلك كميات غير عادية من الغاز، وبيتم استيرادها من الخارج بالعملات الصعبة. في الحالة ديت احنا بنوفر ما كان يتم انفاقه من عملات صعبة على شراء الغاز، بل ان احنا سوف يكون لنا حصة في السوق العالمي كحصة تصديرية. نتمنى أن يكون هناك أكثر من حقل مثل حقل ظهر، خاصة وأن كل الدراسات بتؤكد أن مصر غنية بالغاز بشكل غير عادي، خاصة في المناطق الساحلية. طيب يعني ان شاء الله كده احنا يعني نتوقع ان مصر تتحول من الاستيراد، هيبقى عندنا وفره ان شاء الله، وهنصدر كمان في قصه الغاز الطبيعي، وده يعني ان شاء الله يكون له عوائد كبيره جدا طبعا على الاقتصاد وعلى المواطن في نهايه المطاف، ويكون في يعني ان شاء الله يعني فائده كبيره في الفتره القادمه. طيب خلينا نروح لعنوان اخر من الاهرام. بعد استقبال مدرسه الضبعه اول دفعه كوادر مؤهله للحلم النووي، خبراء الطاقه ضروره ضم كل التخصصات المتعلقه بالمحطه في مناهج الدراسه وفي الاعوام المقبله. يعني محطه الضبعه واحنا عندنا يبقى عندنا الخبرات وعندنا الكفاءات اللي هي متخصصه في المجال النووي السلمي بالطبع، يعني اهميه هذا الامر واهتمام الدوله، وازاي احنا نوطن هذه الصناعه وهذه الخبره وهذه التكنولوجيا داخل المجتمع المصري بشكل عام، طبعا مع اطلاق محطه الضبعه النوويه. هي عمليه في منتهى الخطوره. انك بتبدا في عمليه الـ تأهيل الكوادر من الآن للعمل في مشروع الضبع النووي. طبعا فكرة جيدة جدا أن يتم عمل مدرسة فنية نووية يتم تدريس فيها مناهج مختلفة عما يتم تدريسه في المدارس الفنية الأخرى، بحيث أن يكون الخارجين مؤهلين للعمل في مثل هذه المشروعات. عجبني ايضا فكره ان يكون اكبر عدد ممكن من الفنيين اللي هيتم قبولهم او تم قبولهم في مثل هذا النظام التعليمي الجديد من ابناء المنطقه، خاصه وانك بتوفر عليهم مشقه الحصول على السكن والاقامه والتنقل. ما ينفعش مثلا ان انا اقول ان انا اجيب الناس بتوع الصعيد يدرسوا في مدرسة الضبعة النووية وبعدين يشتغلوا هناك وادبر لهم سكن واعمل والحاجات دي كلها. احنا في غنى من تحمل نفقات اضافية. لو كان الطلبة اللي هيتم قبولهم من هذه المنطقة يبقى امر جيد للغاية. وخاصة وإن المدرسة ديت لن تكون المدرسة الوحيدة، سوف يكون هناك مدرسة أخرى.
إضافة لذلك في تخصصات في الكليات الهندسية سوف يتم إقرار وجودها في خلال الفترة القادمة لتخريج كوادر قادرة على العمل في مثل هذه المشروعات اللي نتمنى أنها تسهم في زيادة الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر. طيب، من جريدة الأخبار أيضا نطالع عنوان عرفات والمصلحي يبحثان تفعيل نقل السلع بالسكك الحديدية ونهر النيل ودعوة المستثمرين للمشاركة في تطوير وتشغيل منظومة النقل. يعني أهمية نقل السلع بالسكك الحديدية ونهر النيل، يعني هل سيضيف جديد مثلا، هل سيخفض الأسعار، تكلفة النقل كمان، اللي هي دعوة متاحة أمام المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، يعني كيف ترى هذا الأمر؟ يعني إحنا ما نقدرش إن إحنا نغفل إن السكة الحديد كانت في فترة سابقة هي اللي بتتولى عملية نقل البضائع. وكان في قطارات مخصصة بمواعيد مخصصة بنشوفها وهي شايلة البضائع وبتنتقل من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. هذا الدور تراجع في السنوات العشرين الماضية بشكل غريب جدا، مش عارفين إيه السبب. وتسبب في تهديد الطرق العامة وخسارة الدولة مئات المليارات على إعادة إصلاح الطرق نتيجة سيارات النقل وعربات النقل الضخمة اللي بتعدي من عليها. حالياً في دعوة للاستثمار في هذا المجال. طبعاً الدعوة ديت يعني مستثمرين يقدروا أنهم يشتروا قطارات، ياخدوا مواعيد، ينقلوا السلع من الموانئ المصرية لمختلف المحافظات. كل دي عاوز استثمارات، ولذلك هي الدعوة جاية من هنا. النقل النهري طبعا ده أرخص أنواع النقل، ولكن للأسف الشديد احنا ما عندناش الكوادر المتدربة أو المؤهلة للعمل في هذا القطاع. نتمنى توفيرها في خلال الفترة القادمة، وتقدر انها تنقل البضائع الشمال والجنوب من خلال نهر النيل. عنواننا الاخير من المصري اليوم، ونطالع واشنطن تهدد مؤيدي مشروع قرار حول القدس في الامم المتحده. المندوبه الامريكيه سنسجل اسماء من يدعمون القرار والملكي صفقه القرن انتهت. اذن هناك تحدي امريكي للمجتمع الدولي الرافض لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل. هناك فيتو امريكي استخدم ضد مشروع القرار المصري في مجلس الامن. الان هناك اجتماع اليوم في الجمعيه العامه للامم المتحده سيتم التصويت عليه. هناك تهديد من الولايات المتحده ايضا للدول التي ربما تصوت مع هذا القرار. اذا الى اين نسير في هذا الملف يا استاذ؟ هو بداية الدور الأمريكي في عملية السلام تراجع أو انتهى. ثانيا أن الإدارة الأمريكية بتتعامل مع المنظومة الدولية بمعاملة المعلم اللي بيوقف طالب في الفصل بيقول له اللي بيتكلم اكتب اسمه عشان أعاقب. فترامب بيبلغ الوزيرة بتاعته أو الممثلة بتاعته بأنها تتولى مثل هذا الأمر، وترامب بيقول ايضا انه هو هيعاقب الدول اللي بتصوت ضد القرار بتاعه بمنع الدعم عنه. كل هذه المسائل بتؤكد ان الاداره الامريكيه قد تخبطت وفشلت في اداره هذا الملف، وانها لم تستطيع ان تتراجع عنه، خاصه وان المجتمع الدولي قد اكد رفضه لهذا القرار، وان هناك اجماع في الجمعيه العامه للامم المتحده 164 دوله اعلنت قبل بدء الاجتماع عن رفضها لقرار ترامب. نتمنى ان تعيد امريكا حساباتها مره اخرى حرصا على مصالحها وحرصا على المصالح العربيه والدوله الفلسطينيه. ونتمنى ايضا من الامم المتحده ان تقوم بدورها في الضغط على الولايات المتحده وارسال رساله قويه بالفعل انها ليست هي لوحدها في هذا العالم، وان هناك دول اخرى ايضا لها حق الاعتراض على هذا الامر. بشكرك الاستاذ احمد البطريق الكاتب الصحفي. اهلا بك. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقرات هذا الصباح مستمره معكم بعد موجز لاهم الانباء مع الزميله منى الشيخ.